الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو، وما مراد العاشقين في الدار إلا هو، وما مذوب الراسلين في الكون إلا هو، المخلوق كل ضعفاء لا قري إلا هو، والناس كل فقراء لا غني إلا هو، لا واجد ولا ماجد إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافل الذنب وقابل الطول شديد لقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض إلا هو، ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو، ومن يعلم الجهر والسر إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو، يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو، يوسف في بحر البر حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني بدن ضعيف ضعيف وسفر طويل طويل وبحر عميق عميق والنار حريق حريق والصراط دقيق دقيق والميزان عديل عديل والقيامة قريب قريب والحاكم رب جليل جليل. ويقول الجنة وعدي وعدي، ويقول النار أهدي أهدي، ويقول الكعبة سفاري سفاري، ويقول آدم صفي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول داوود خليفة الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول سليمان صاحب المملكة يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول نوح نجي الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول موسى كليم الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول عيسى روح الله يوم القيامة يا رب نفسي يا رب نفسي، ويقول رسولنا وهادينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني فقط نبي واحد، فقط نبي واحد محمد صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي، ويقول جليل الجبار جل جلاله عم نواله حبيبي حبيبي يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال في موضع آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. وقال في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال في موضع آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال في موضع آخر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائزين. وقال في موضع آخر أقم الصلاة
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال في موضع آخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. وقال في موضع آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الخمر وينهى إلى آخره، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله العظيم.